السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده نوع جميل جدا ومفيد جدا ومغذي جدا، الذره الحلو بالزبده والكراميل. اهو شايفين شكله، طعمه جميل جدا جدا، واليومين دول الذره كتير، فممكن نستغل الموضوع دوت. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. انا عندي كوزين ذره اهوت، عندي معلقه كركم، نص معلقه كركم، وعندي نص كوبايه سكر وكوبايه لبن وذره فانيليا محطوطه في الحله اللي هشتغل فيها. الدور انا جبته اخضر كده زي ما انتم شايفين، وقشرته ابيض زي كده، بقى ابيض زي كده، وهقطع الواحد فيهم على 3 أو 4 زي ما تحب انت. عايزه تسويه بحاله ماشي الحال، عايزه تقطعيه زي ما انا بقطعه براحتك. هنقطعه بالسكينه، نحدد بس مكان القطع ونتك عليها بايدنا، بسيطه خالص، هيتكسر اهوت. قطع على 4 قطع. الدورة ده طازه بيبقى طعمه جميل قوي، واحسن من المعلبات والحاجات اللي احنا بنشوفها ديت، وده الولاد بياكلوه بره على فكره في المولات والاماكن اللي هما بيروحوها، وسعره غالي على فكره، مش رخيص. وهتشوفوا طريقه عمله بسيطه جدا وسهل جدا، مفيش فيه اي مشكله. قطعت الدورة الواحد فيهم على 4 زي ما انتم شايفين. الذرة ده فيه شغل كتير قوي، سلطات وفي الاكل السخن ان شاء الله هنعمله باذن الله. قطعت وقطعت التاني كمان اهوت، حطيتهم في الحلة. هنحط عليهم نص معلقة كركم، لو انت عايزة الذرة يبقى اصفر، ما انتش عايزة يبقى اصفر عادي هتسيبيه ابيض زي ما هو اهوت. وزودت عليهم مية لحد ما الدورة اللي احنا حاطينه يعوم، يعني زودي ميه لحد ما الدورة يعوم بالشكل ده، يبقى عاين، تبقى الميه شايلاه كده على كده. واحط كوبايه اللبن اللي عندي، ما عندكش لبن، ما عندكش حليب فريش، حط بودره ما فيش مشكله. وادي نص كوبايه السكر اللي عندي حطيتها، وهخش بالحله ديت على النار دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل. حطيتها على النار، بقلب بقى الحاجات اللي انا حطيتها، كركم والفانيليا والسكر اهوت، وحطيت حبايه قرنفل، لو عندك قرنفل حطي حبايه واحده، دي ما لحقتش اصورها معلش، حبايه قرنفلايه واحده، واسيبه على النار، اغطي عليه واسيبه على النار يتسلق. شوفوا وصل لحد فين، نشف خالص اللي بقى اللي فيه اهوت، بتاع 5 6 معالق ميه زي ما انتم شايفين اهو. هصفي الميه ديت اللي فيه، احط عليها معلقه سمنه صغيره او حته زبده، وهبدا ان انا اشوحه في حته الزبده او معلقه السمنه اللي انا حاططها، اللي موجود عندك حطيه اهو. هنحط كمان ايه، معلقه سكر، دي بقى ايه اللي هي اللي بتخلي الطعم، ودي التركه بتاعت الذره ده، معلقه سكر دي بره المقادير خالص، حاططها دلوقتي علشان تكرمل، حطيتها مع الزبدة أو السمنة اللي أنت حاطينها علشان تكرمل، تعمل كراميل. وبقلب فيهم لحد ما السكر بتاع ده يكرمل، ويبدأ الدورة إن هو ياخد اللون الذهبي والمحمر اللي هو بتاع الكراميل ده. هتشم ريحة الوقت جميلة جدا جدا، اللي هي ريحة الفانيليا والكراميل. زي ما أنتم شايفين، خد قد إيه على النار؟ أو بتفكروا خد قد ايه على النار؟ يعني لحد ما الميه بتاعته تخلص، يعني هتحط له ميه لحد ما تعوميه، واخر زي ما انا طفيت عليه كده كان باقي فيه 5 6 معالق، فضيت الميه وفي نفس الحله حطيت حته الزبده او حته السمنه ومعلقه السكر، واديني بقلبه اهو قدامك اهو. بدا السكر يتحول لكراميل ويمسك في الذره ويديله طعم جميل قوي، بيتاكل سخن بيبقى جميل جدا اهوت. عايزه تحط الذره يعني الواحده بوحدتها، حطيه بس في حاجه تاخد، يعني حاجه عايز صينيه بقى، مش عايز حله او حله اكبر. انا قطعته عشان يبقى سهل الاكل اهوت، زي ما انتم شايفين طلع نبيه بره النار اهوت، السكر كرمل. شوفوا عامل على الذره ازاي، عطوله طعم وريحه جميله جدا جدا جدا، هيعجبكم جدا النوع ده على فكره.
وهبدأ إن أنا أغرفه وأوريه لكم. أهو غرفناه أهوت، أنا حاطه عادي خالص. دلوقتي أنت عايزة بقى تبشر عليه شوكولاتة ورشة سنة قرفة على طرف الطبق من بره عشان الريحة بس. أهوت عايزة تحط عليه شوكولاتة، عايزة تحط عليه جوزة الهند براحتك، بس أنا بفضله كده بالشكل ده، كراميلا وزبدة وبس، والفانيليا طعمه بيبقى تحفة، طعمه بيبقى جايب على البليلة كده مع الحلاوة بتاعتها بقى عشان اللبن اللي احنا سالقينه فيه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي ايه الموضوع بالظبط، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.